بعد الوقوف على صعيد عرفات وأداء ركن الحج الأعظم، توجه ضيوف الرحمن للمكوث بمزدلفة. نحو مليون حاج أدوا هناك صلوات المغرب والعشاء جمع تأخير تأسيا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنفرة من عرفات إلى مزدلفة تعد المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث سيلتقطون الجمرات ويبيتون الليلة بعدما شهدوا الوقفة الكبرى على صعيد جبل عرفة على بعد 12 كيلومترا من مكة، في يوم طغت فيه الأجواء الروحانية وعلت أصوات التلبية والدعاء. السلطات السعودية اتخذت إجراءات مشددة لتأمين الحجاج في طريقهم إلى مزدلفة، وجندت لذلك أكثر من 300 ألف مدني وعسكري، حيث انتشر رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة لمساعدة الحجاج وتسهيل الحركة، وانتشرت سيارات الإسعاف المزودة بطواقم طبية وأجهزة تقنية متكاملة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة. كما جهزت وزارة الشؤون الصحية العشرات من المراكز الصحية المؤقتة والدائمة. هذا فيما يستعد الحجاج لاستقبال صبيحة العاشر من ذي الحجة، حيث سيعودون إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة.